نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم للصحافة الرياضية وتحديدا مقر جريدة البوابة نيوز، حيث تتواجد الزميلة العزيزة روزان نصر اللي مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار وأهم المانشيتات في الصحف والمواقع المختلفة. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. وحشتوني الحقيقة جدا، بقالي كتير ما بطلعش معاكم، ولكن مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة هنبدأها طبعا من جريدة البوابة نيوز. هنبدأ طبعا بخبر من جريدة الجمهورية، قرعة نارية لتصفيات يورو 2024، هولندا مع فرنسا وإنجلترا ضد إيطاليا. طبعا امبارح كانت قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في مدينة فرانكفورت الألمانية، واستقرت على مجموعات في غاية القوة طبعا، بالأخص المجموعتين الثانية والثالثة، وهتكون المرة دي يعني الأولى التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد توحيدها. وتم وضع المنتخبات الـ 53 المشاركة في التصفيات في 10 مجموعات، وتلعب الفرق على أرضها وخارجها طبعا في شكل دوري، وسيتم تحديد المنتخبات الثلاثة المتبقية من خلال المباريات الفاصلة والتي تضم 12 منتخب، بيتم اختيارهم طبعا بناء على أدائهم في البطولة. من موقع البوابة نيوز، رونالدو يقود مانشستر يونايتد لتخطي عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي. طبعا فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي طبعا. وبدأ أليكس أول أهداف إيفرتون في الدقيقة الخامسة، بينما سجل لفريق مانشستر يونايتد أنتوني في الدقيقة الخمستاشر، وبعدها كريستيانو رونالدو طبعا اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 44. وبتلك النتيجة طبعا ارتفع رصيد مانشستر يونايتد ل 15 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز ال 12. من موقع يلا كورة، استعادة الصدارة، أرسنال يفوز على ليفربول ويعني يغلق جراحه في الدوري الإنجليزي. حقق أرسنال فوز مهم بنتيجة 3-2 أمام ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في المباراة اللي أقيمت في الإمارات، وبهذا الفوز طبعا استعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة محتلا طبعا المركز العاشر. واخر خبر معانا النهارده، شغب الملاعب يثير المخاوف الالمانيه، يعني من جريده الرياضيه. اوضح رئيس الاتحاد الالماني لكره القدم ان عوده ظاهره شغب الملاعب في البلاد تثير مخاوفهم في ظل استضافه المانيا نهائيات كاس الامم الاوروبيه المقبله يورو 2024. وطبعا شهدت الملاعب في الفتره الماضيه عدد من اعمال الشغب خلال مشاركات الفرق الالمانيه في المنافسات الاوروبيه. يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من جريدة البوابة نيوز. بشكركم جدا وعودة لكم مرة تانية للاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر يا روزان، وانت كمان كنت وحشانة جدا، الحمد لله على السلامة عودتك عشان تنوري شاشتنا. نورتينا يا روزان فعلا غيبة، وخلينا كمان انت وديتوها فين؟ انا لسه عايزة اسألها. روزان الله، حضرت روزان، طمنينا برضو عن الحالة المرورية. انا كنت بتكلم انا وروزان قبل الهوا، كانت بتقول يعني ان الطرق شويه حصل زحمه، قولي لي بقى دلوقتي الوضع ايه، يعني افضل شويه ولا لا؟ زحمه جدا الحقيقه، زحمه جدا لحد ما وصلت هنا فعلا، يعني انا هوان لحد ما وصلت المكان هنا البوابه نيوز، الحقيقه كان المحور واقف، كل الطرق واقفه، يعني النهارده اللي نازل الصبح بدري ربنا يكون في عونه، فعلا حاله مروريه زحمه جدا في كل الطرق الحقيقه. فحاولت اقول لك يعني نهوان ده، حاولي ان اكون معاكي متاخره شويه عشان اكون لحقت الهواء بتاعي. لا كله زي الفل. نشكرك جدا زميلتنا العزيزه المتالقه فعلا روزان نصر. انا قلت لك الناس بتقول ان احنا شبه بعض. قلت لي اه مش عارفه، ممكن والله من بعيد في صور معينه، اه يعني انا شفت روزان كذا صوره قبل كده، ممكن في شيء من الشبه. وبعدين مساله الزحمه